أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 300,2508 فحوص جديدة لفيروس كوفيد-19، كشف عن 323 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 883,593 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1168 حالة جديدة من المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 845,476 حالة. هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة عند 2300 وحالتي وفاة. وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 9,493 جرعة جديدة من لقاح كوفيد-19، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 24,268,541 جرعة.